السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم إخواني جبت لكم واحد الشركة كتوظف وكلاء صيانة، الناس اللي عندهم الإلكترو ميكانيك. هذه فرصة ديالكم في هذه الشركة إخواني، اللي هي شركة مختصة في تصميم وتصنيع الإلكترونيات ديال السيارات. هذه الشركة إخواني اسمتها يورا كوربوريشن، يورا كوربوريشن غوشيغش دي زاجون دو مانتونونس ايون لي كومبيتونس سويفون. عندك فورماسيون باك بلس دو في الكتروميكانيك، وتكون عندك اون بروميير اكسبيريونس وبالضبط في مدينة مكناس، وكذلك افواغ دي نوسيون دو باز اون لونجلي، يعني تكون عندك معرفة اساسية باللغة الانجليزيه. بالنسبه لطريقه الارسال السي في ديالكم سهله جدا، غنخلي لكم واحد الايميل في صندوق الوصف، غتصيفطوا السي في ديالكم، وفي البوست او الفلوبجي ديال الايميل غتكتبوا دي زاجون دو مانتونونس. وكنتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش تضغطوا على زر اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بجديد قناتنا. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.